عشان نعرف تفاصيل اكتر عن منتخبنا نطير للمغرب. معانا زميلنا عمرو مختار. عمرو، طمنا على حاله منتخب مصر النهارده بقى، والحاله اللي عايشين فيها اللعيبه، والتركيز قد ايه قبل اللقاء النهارده ان شاء الله. مرحبا بيك يا أدا، برحب بكل مشاهدين قنوات اون تايم، يمكن هنا من داخل مقر إقامة بعثة منتخبنا الأولمبي. في البداية خلينا أقول إن حالة من التركيز الشديد الشديد جدا 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 في عيون اللاعبين، والحماس أيضا. كل لعيبة فكت من ضغط الصعود إلى أولمبياد باريس 24، لكن عندهم الأهم هو اللي هو الاحتفاظ باللقب، والاحتفاظ باللقب مش سهل. كل لعيبة امبارح كنا بنتكلم مع بعض في العشاء أكدوا على إن الاحتفاظ، إن مثل هذه المباريات النهائيات هي إزاي تعرف تكسب، مش مهم تلعب كويس قوي، لكن مهم ان انت تكسب وتحافظ على اللقب. اللعيبة عندها الإصرار، اللعيبة عندها الحماس ان هي ان شاء الله بإذن الله تكمل فرحة المصريين كلهم بعد صعودهم الى اولمبياد 24. لكن هم اللعيبة يعني حالة من التركيز، حالة من الهدوء التام، يعني احنا شايفين في عينهم ان الهدوء، اللعيبة مركزة. الحاجة الجميلة جدا اللعيبة بتتكلم مع بعض، يمكن انا بقعد معاهم كتير، بيتكلموا عن المنتخب المغربي بيلعب ازاي، طريقة لعبه ازاي. ميكالي بيحفظ اللعيبة الجمل يعني اكتر من مرة، بيعيد زي ما اكدت قبل كده ان هو بيعيد، يقعد يعيد في عيد الخطط. لكن اللعيبة بصراحة مبسوطة جدا، عايشة حالة من الهدوء من الثقة في عيونهم. النهاردة ما فيش حاجة اسمها اللي أنا خلاص أنا صعدت، لكن لا، أنا بحافظ على اللقب، أنا بلعب باسم مصر. النهاردة اليوم بدأ في حوالي الساعة 10 صباحا، لعيبة تناول وجبة الفطار، ثم كله بقى على الغرف بتاعته. هيبقى هناك الغداء الساعة 2، بعديها الساعة 5 هيكون محاضرة بالفيديو، الساعة 7 التحرك من هنا مباشرة إلى ملعب اللقاء، ملعب مولاي عبد الله. مولاي عبد الله الاستاد زي ما قلت قبل كده 54,000 متفرج نفذوا نهائيا من أول امبارح، مش امبارح بس، خلاص مفيش مكان في الملعب. لينا 2000 الكوتة بتاعتنا، 2000 مشجع، كان ناس جت امبارح سندت منتخبنا هنا بشكل كبير جدا. الشيء الجميل والاجمل انك تمشي في الشارع كله مبسوط ان مصر هتلعب المغرب النهارده. يعني هم بيقولوا حفله رياضيه، زي ما قال ميكالي امبارح في المؤتمر الصحفي، قال هتكون حفله وسيمفونيه رياضيه بين مصر والمغرب. احنا الاثنين صعدنا، احنا الاثنين هنأدي اداء عربي خالص يليق باسم مصر والمغرب ان شاء الله. يعني خليني اقول لك، امبارح التمرين كان فيه قسط كبير جدا من التدريب على ضربات الجزاء من قبل ميكالي، وايضا كابتن سيد السويركي ومجموعه من الحراس، كل اللعيبه شاطت امبارح. الراجل ده يعني بصراحه ما بتفوتوش اي حاجه، كان هناك كاميرات في ملعب اكاديميه الفتح، الراجل وقف التمرين خالص، قال لا غطوا لي الكاميرات دي كلها، انا مش عايز حد يشوف التمرين اللي انا بعملها. فعلا غطوا له الكاميرات وبدا يستكمل بقى التمرينات والخطط بتاعته. الجو هنا درجه الحراره 30 درجه مئويه، لكن ان شاء الله الماتش هيكون الساعه 9 بتوقيت المغرب، الساعه 11 بتوقيت القاهره، هيكون الجو درجه الحراره 17 18، الجو يكون جميل جدا جدا جدا، واتمنى ان شاء الله تكون فرحه كبيره النهارده للمصريين كلها باذن الله. ان شاء الله تكون فرحه مميزه لكل الجماهير المصريه. وعايز اسالك كمان بعيد عن الجانب الفني، اكيد وجود نجم زي كابتن محمد بركات، طبعا عضو الاتحاد ورئيس البعثه، كلام مع اللعيبه مهم، اللعيبه اما تسمع كلام المدرب مهم، كلام من كل الناس مهم، ولكن من لعيب بحجم كابتن محمد بركات اكيد بيدي اللعيبه بعض الخبرات وبعض الكلام، فقول لي الكلام كان عامل ازاي مع كابتن محمد بركات، واكيد اسالك عن رئيس الاتحاد وصل المغرب عشان يؤازر اللعيبه، فاتكلم مع اللعيبه ازاي واذرهم ازاي. طيب كابتن محمد بركات بيعرف امتى يضحك، امتى يكشر للعيبه، امتى يكون منضبط بين ده وده. بصراحه يعني كابتن محمد بركات عامل حاله اكثر من رائعه، انضباط، التزام، ضحك، يعني الثلاثه. اللعيبه يعني بمعنى الكلمه لعيبه صغيره. كابتن محمد بركات عامل اسلوب ازاي تتعامل في وقت الفرحه، بنضحك وبنفرح.
لكن وقت الشده، وقت ان انتوا في تراخي، وقت لا مفيش الكلام ده خالص، اقفل الوش بيقلب. يعني مش الكابتن محمد بركات بقى اللي بيضحك، لا 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 لا، يعني العمليه مش سهله خالص. يعني ده انا شفته بعيني. يعني تاني يوم بعد مباراه غينيا اللعيبه كانت فرحانه، واللي دخل مداخلات واللي عمل معانا لقاءات وبتاع. تاني يوم الصبح الكابتن محمد بركات جابني قال لي خلاص يا عمرو احنا بنمنع لقاءات، احنا مركزين في المباراة، مش عايزين أي حاجة إلا مباراة النهائي، إن شاء الله نفرح بقى ونبسط في النهائي. نفس القصة، كان فرحان معاهم وبيرقص في أوضة خلع الملابس ومبسوط والدنيا زي الفل. تاني يوم خلاص الالتزام، الحسم، الحاجة كمان الجميلة جدا اللي بيتأخر بيتعاقب في لايحة، عامل لايحة، اللي بيتأخر مثلا عن الغداء يتعاق، اللي بيتأخر عن عشاء يتعاق. وعندك حاجة تكلم كابتن محمود حرب تقول له، ممشيها تدريجي كده، كلم محمود حرب، محمود حرب يكلم الكابتن محمد بركات. لا، حاله من الالتزام الشديد. كابتن جمال علام او الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد وصل اول امبارح هنا، كنا في المغرب حوالي الساعه 3. خليني اقول لك ان في 40 رئيس اتحاد وصلوا الى المغرب امس اللي برضه ليشاهدوا مباراه النهائي. خليني اتكلم معاك كمان عن التنظيم. وامبارح ميكالي في المؤتمر قال ان التنظيم حلو جدا وساعد ان البطوله تمشي بشكل جيد، وقال حاجه حلوه جدا، قال انا برازيلي وبعشق كره القدم، كمان هنا في المغرب بيعشقوا كره القدم، والحضور الجماهيري في كل اللقاءات ادى طابع مختلف للبطوله. فكلمني عن جمال التنظيم من طبعا بلدنا الشقيقه المغرب. بصراحة جمال تنظيم أكثر من رائع. يعني تنظيم إزاي أنت تخش للميكس زون بتاعك، إزاي بتطلع ليك مكان أنت كإعلام بتخش تبقى قاعد حاجتك في أمان، لو حتى أنت يعني بعض الناس من أفراد البعثات الأخرى اللي نسي شنطة، اللي نسي جهاز لايف، اللي مش عارف إيه، في دقيقة بتلاقيها التنظيم اللي أنت تخش الجمهور. يعني الاستاد ده فيه 30 بوابة، الاستاد هيفتح مثلا الساعة 7، 7 وربع كله داخل في الاستاد، كل الجمهور ال 54,000 داخلين الاستاد في ربع ساعة أو تلت ساعة، الخروج نفس الكلام. يعني حوالين الاستادات هنا بيسيبوا أماكن فاضية، أو هم بيعملوا الاستادات في أماكن بعيدة لتسهيل المرور، الجمهور يخش إزاي يخرج إزاي. في الشوارع يعني من اول ما بدانا البطوله الشوارع عاملين شاشات كبيره جدا تحفيزيه للمنتخب المغربي، الرجراجي وفوزي لقجح وكل نجوم المغرب بيحفزوا. الشاشات شغاله 24 ساعه، والصحافه بتكتب بتدعم المنتخب. يعني كان عندهم حكيم اشرف حكيمي وزياش ونجوم المنتخب الكبير وليد الرجراجي قاعد معاهم على طول، يمكن هو قاعد معاهم ما بيسيبهمش على طول، تواجد معهم. وكانت اللقطة جميلة، المستر فيتوريا أيضا جه المنتخب المصري، كانت لقطة جميلة جدا جدا جدا، واللعيبة كانت مبسوطة بشكل كبير. فأنا سألت يا جماعة هي الشاشات دي محطوطة؟ قالوا لا، ده الشاشات دي قبل البطولة بشهر لتحفيز اللاعبين. الشوارع هنا بالدقيقة، يعني أنت العربية مفيش إشارات مرور، لا الناس واقفة، ما فيش واحد عسكري مرور واقف، لا هي الإشارة أنت بتعدي خلاص. حتى لو المنتخب معدي، لو المنتخب معدي بيلتزم بإشارات المرور. لا بصراحة تنظيم رائع، رائع أكثر من رائع. والناس زي ما بقول لك كده، قضى الجمهور المغربي جمهور بيحب مصر، ودي أهم شيء في القصة كلها. كمان هنا في مصر في مؤازرة كبيرة جدا لمنتخب مصر، نجوم منتخب مصر كلها بتؤازر المنتخب، وشفنا طبعا مدير الفني للمنتخب الأول كان موجود فيتوريا وآزر المنتخب. في النهاية عايزك بس تقول لي، احنا النهارده منتخب مصر هيلبس تي شيرت أبيض وشورت أسود وجوارب سوداء، هل في أسماء الحكام؟ هيتحرك النهارده المنتخب الساعة كام يوصل للملعب؟ آخر التفاصيل علشان نطمن الجماهير ويعيشوا معانا الأجواء كاملة. حاضر. الاجتماع الفني امبارح منتخبنا زي ما انت قلت هيلبس ابيض اسود اسود. الحكم بيتر كاماكو، ده حكم غيني، اخر مباراه حكمها اللي احنا نفتكره مباراه الاهلي والترجي في رادس. هيثم الجريتي ده حكم الفيديو. منتخبنا النهارده هيتحرك الساعه 7 بالظبط، هيوصل 7:30 او 7:15، المفترض ان هو الاتحاد الافريقي ان هو يوصل قبل المباراه ب 90 دقيقه. يعني اي الفرقتين لازم يوصلوا قبل المباراه ب 90 دقيقه. بعد كده هنتجه بقى على طول مباشره الى الاستاد 7 بالظبط.
الحاجة المهمة تاني هي وجود الدكتور أشرف صبح النهاردة إن شاء الله وزير الشباب والرياضة اللي ساند أيضا منتخبنا الوطني. يعني طبعا وجود دكتور أشرف دافع قوية جدا للاعبين. شكرا جدا ليك صديقي طبعا عمرو مختار وزميلنا العزيز على المجهود الكبير، وإن شاء الله ترجع مع المنتخب بالكاس كده ونحتفل جميعا النهاردة. كل التوفيق لمنتخب مصر. شكرا جدا زميلي عمرو مختار.